سادسا من سنن الخطبة تقصير الخطبة، وهذا طبعا موضوع فيه كلام طويل وبحث. الأدلة عموما على تقصير الخطبة، والناس تحتاج إلى تذكير وتعليم، وما عندهم اليوم، بعض الناس ما يسمع شيء عن الدين إلا خطبة الجمعة، باقي كله شغل في شغل. فهذه هو ذي فرصته الوحيدة ليتعلم. فما هو طول الخطبة المناسب، وما هي السنة في الموضوع، وماذا يفعل الخطيب اليوم، وهل يعني يكون الصحابة يحضرون عند النبي عليه الصلاة والسلام يوميا صباحا ومساء يحضرون عنده؟ فلذلك خطبته قصيرة تكفي. الناس اليوم بعضهم ما يحضر أي مناسبة دينية أو وعظ أو كلام شرعي أو سماع علم أو موعظة إلا في خطبة الجمعة. هل هذا مبرر للتطويل أو ماذا يمكن أن نقول؟ ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى حديث عمار رضي الله عنه للدلالة على هذه السنة، وهي تقصير الخطبة. فروى مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني لو أطلت قليلا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ما معنى مئنة من فقهه؟ يعني علامة ودلالة على فقهه. وإنما كان كذلك لأن الفقيه يعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها، فيصرف العناية إلى ما هو الأهم. وأيضا فإن الصلاة عبودية العبد، والإطالة فيها مبالغة في العبودية، والخطبة المراد منها التذكير، وما قل وقر يعني في النفوس خير مما كثر وفر، يعني مجرد السلام أصلا ما يمديهم يطلعوا من المنبر، إذا انتظرتهم حتى يطلعوا من المسجد هم ينسون قبل ذلك، يعني بعض الناس. وطبعا الحافظة يتفاوتون فيها، ما شاء الله بعض الناس يمكن يستعد أنه يسرد لك الخطبة مرة ثانية، وبعضهم ينسى في الخطبة. طيب، وهذا الحديث الذي ذكرناه سابقا حديث عمار يدل على أن السنة المؤكدة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. قال الشوكاني: إنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. وليس طبعا مشكلة هنا، القضية هنا فقط مشكلة أين الذي يفك اللفظ القصير ذي المعاني الكثيرة من الجموع الغفيرة. طيب، وقال الصنعاني في سبل السلام: وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. وقد دلت أحاديث أخرى على استحباب تقصير الخطبة، وأن هذا كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال النووي: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وقال السندي في حاشيتي على النسائي: قوله قصدا أي متوسط بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل شيء يعتبر في بابه. فهذا يعني الوسط فيه، أو خلينا نتكلم عن موضوع الوسطية، يعني هذا موضوع خارج قليلا هامش تحت كذا. الوسطية مصطلح خطير صار ميدانا للحرب على الإسلام في هذا الزمان،
فيأتي أهل الضلال فيستعملونه بطريقة لتأييد باطلهم، ويدعون أن ما هم عليه من التفريط والعصيان هو الوسطية. وصارت الوسطية مفقودة وضائعة، وما ندري أين وسطية. وممكن يجي واحد يحد لك حد من هنا وحد من هنا يقول لك هذا الوسط، ويجي واحد يحد من هنا إلى هنا يقول هذا الوسط وهذا، وكل يفصل بداية ونهاية على كيف هو يحط الوسط. فالوسطية وسطيتان، وسطية وسط بين الحق والباطل، وهذه ليست هي الوسطية الشرعية. والوسطية الصح الحقيقية الشرعية هي الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والنقص. الوسطية حق بين باطلين. شفت هذه عبارة مهمة جدا جدا. الوسطية حق بين باطلين، وليست الوسط بين الحق والباطل. فيطرح بعض الكتاب اليوم الموضوع وبعض المنافقين في المقالات الوسطية، يضعها الوسط بين الحق والباطل. يعني مثلا يجي واحد يقول مثلا ما تكون لحية هنا ولا ما في لحية، خلها وسط مثلا مثلا، وهذا غير صحيح. الوسطية حق بين باطلين، وليست وسطا بين الحق والباطل. وهكذا لو جاء واحد قال قيام ليل وسنن رواتب تحية المسجد وصلاة الضحى وركعتي الطهارة ركعتي الوضوء وإيش، واللي ما يصلي أبدا، لا خلك وسط الصلوات الخمس خلاص. فإذا خلك وسط هذه، شوف الآن فيها ضياع والله العظيم، مصطلح مظلوم اليوم وضايع فعلا. الناس يأمر مريج، يجيك واحد يقول لا تخليك مرة متشدد يعني لا موسيقى ولا أفلام ولا مصافحة المرأة الأجنبية ولا كذا، وبنفس الوقت يعني ما نبغاك تصير عاد ما في صلاة وكلها أغاني غربية واسمك تغيره. خلك وسط، موسيقى هادئة أغاني بالعربية، الصلاة نعم كذا، خلك وسط خلاص. كل واحد يعرفه ويخترع وسطا، وهذه يعني مصيبة. على أي حال، قال النووي رحمه الله أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وقال السندي في حاشية على النساء قوله قصد أي متوسطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة ولا يلزم مساواتهما إذا توسط، إذ توسط كل شيء يعتبر في بابه. طيب سنقف عند موضوع طول الخطبة وقصر الخطبة لأنه بحث فيه طول، ونكمل بقية الكلام عن سنن الجمعة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.